لك غدير شو بكي يا بنت؟ انت احلى منها بكتير. بعرف اني احلى منها، بس شو اسوي؟ حظي هيك. وفواز انعمى وعجب فيها هي. عن جد هذا فواز تاعك ما عنده نظر. سيبينا من فواز والحقيني، شوف شو بدي اعمل لك فيها هلا. تعالي. هاي غدير. شلونك؟ هلا اهلين. حياتك قاعدة معي؟ لا شكرا، بس اسالك انت من وين؟ شكلك مش من الجامعة. ايه انا طالبة جديدة توني محاولة عندكم. نصيحة صغيرة مني لك، ما تلعبي بهاي الجامعة، خصوصا إذا كنت مش قد اللعب حبيبتي. لا حبيبتي، أنا عارفة ايش قاعدة أسوي، وأنا قد اللعب. أحسن لك تكوني قد اللعب. أسود بني أسود. يا ربي شو هالعزل اللي أنا فيه. ألو، صباح الخير أنغام. الحمد لله تمام. أنغام، فتحت الكبد مليت. أسود أسود بني أسود، بدي غير خلاص خلاص. طيب بليز بليز تعالي معي، بليز تعالي معي السوق، والله بدي أتسوق اليوم. يا أنغام كلها ساعة، يعني كلها ساعة، والله العظيم مليت خلاص، حاسة حالي رح أختنق اليوم. طيب اوكي يلا ناطرتك. وين؟ وين مستعجلين طايرين؟ باب ندش محل السلام. زين. اسمعي، تشرون اللي تبونه وبسرعة. إن شاء الله. حاضر عمي. أي محل قلتي؟ باب السلام، أكو. يلا. بسرعة. قميصي الوردي ولا البني، البسه مع هذا الجيب يطلع رسمي. انا احس كل شي بقلات، خايفة لحد يروقك من اشوفك. انا احتاج لبس قلب وسوار كفاية، ويا كعب وسع
تصير غاية صدقي شكلك بيطلعنا نار والله نار يا ربي ليش أبوك أبوك راح أنا تعالي شوفي ذي الله حلوة 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 أنا مبسوطة اليوم أنا حسابي بعد حلوة استاذة مها قالت اللي حاب يتعلم على اي آلة موسيقية ترى هي مستعدة تجيب له مدربة فاذا حاب قولها زين تتوقع راح نفوز في المسابقة ان شاء الله نفوز ليش لا اهلين اهلين عاد ما عرفتكم لا ما شاء الله تجيب سيف عمرك اليوم شو حلو اوه ما شاء الله عليك وايد محلوة حتى اللبس وايد حلو انت ليش تضحك ماشي ماشي زوين بكل الاحوال احلى منك اصلا ايه ادري ان شاء الله السلام عليكم كم سلام تعال حق من هذه حلال شو زي عمرك وايد علاقه يا عمر صدقيت حلال ها شباب ايش عندكم ايش قاعد تسوون ما ادري ايش عندي شوي شوي على المسرح لا تكسرينه يا لا يكون زعلت يا معود كان تغشمر يبا صجها يا الأحمر يا الزين الشوق أمرني أطيعك وانسل ما تعرفين حق الكعب ليش تلمسيها آخ يا رب في بطني يلا يلا شكلها غني تعال حر حران يا من باب الجامعة حران ليش تركض غن غن شكنت تغنون شرارة واخروا عني يلا غن غن الله يفك ما تبي يلا انا علقم ما تبي علقم يلا وين وصلنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 رجل غرقان اكثر ويني جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي من بعد طول المغيبي ولا ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكثر تغرق الغرقان أكثر الله تقول إني ما
برودة والله دمك كنت في عيني أضمك وتغسل بك وأسر تقول إني ما أهمك يا برودة والله دمك كنت في عيني أضمك وتغسل بك وأسر وايد حار وايد حار مرحبا حنان هاي. حبيبي ايش حالك ما عرفتك شو مسويه سويت شعري حلو واو حبيت حبيبي ما شاء الله اشوف لفي لفي واو ما شاء الله وينك من زمان عن هالحركات يعني ما تحسين يضحك يضحك من السخيف اللي قالنا شكلك يضحك لا وايد حلوه شكرا لا انا اصلا اليوم حاسه نفسي كثير حلوه اصلا انت كل يوم حلوه حبيبي شكرا بديتها محلاها حلو هاللون عليك شوية ثانكيو يعني أدوم عليه خلاص كل يوم أبا أشوفك شي كل يوم أوكي يلا تعالي وين رايحة يلا حبيبتي تلبسين ألوان ها إيه خلاص بغير وايد حلو حبيبي ما شاء الله ما يهم جفف دموعك ما يهم مضوي شموعك ما بقى شيء يا قلبي يسوى دمعة يسوى دمعة من دموعك حلو بس شوفي لك اغنيه انت ترتاحين منها اكثر وافقه منها ترون تقولين انت وانت مرتاحه انزين ما ادري شنو تنصحني يعني مثل شنو شو تحبين من الاغاني اسمين ما ادري شايك بهالاغنيه مالك منو؟ عمرو دياب عمرو دياب حلو اوكي اوكي هي هاديه شويه يعني. يلا سمعين خليك فاكرني يلي بجمالك وبعيونك دول سرني خليك فاكرني وانحني قلبك يوم لقلبي بقى زرني تطلع احلى قوليها مره ثانيه خليك فاكرني اهدى خليك فاكرني يلي بجمالك وبعيونك دول سرني اوكي كملي خليك فاكرني وانحني قلبك يوم لقلبي بقى زوري كانوا اربع ولا خمس يلا ندرب ان شاء الله صدق انا عبالي اربع لا صوتك انا ثمانيه ان شاء الله خير عاد ما ابغى انا اصلا مش مشكله اذا سمع شيء ثاني خلينا نقول اخباركم الحمد لله شو النوال شو شايفتك شكلك عندك امتحان اليوم اي والله عندي امتحان في مادة الشعر الله يوفقك ان شاء الله بالتوفيق قصتنا مثل شمس وقمر تدري انا وياك قصتنا مثل تدري عاشقك وايد متغير والله احلى طبعا تحيت فجأة حلو صاحبك استحى انا ما عذبتها صراحه ابوكم والله عذبنا بالمول يعني ما سوينا ولا شيء على راحتنا ما اخترت لا لا انغام على ابوكي يلا انا خايفه اي الفرقه ويصيدني ويسوي لكم سالفه ليش انغام ابوك للحين ما يدري عن الفرقه ولو يدري خد قول لك حنان ايش بيصير انت ما شفت بالمول شو سوى يعني اذا عرف انه هي بالفرقه خلاص بتروح عليها البنت اصلا ما اعتقد انه راح يخليك تكملين بالجامعه سوري يعني انت مفروض تواسيني مو تقعدين تخرعيني زياده لا ما اخرعك بس اللي شفته صراحه ما شيء يونس ابدا والله يلا ان شاء الله خير بس المهم شكلي حلو اليوم صح سمعي انغام شفتي هذه الطالبه ريم ما صار لها 3 ايام وحبيتها مو هذه غدير كثير شايفه نفسها انغام الاخصائي الكبرى فضحتينا سكتي بالعجل تحت شيء وبعدين انت لبسك عب صار اطول مني مشاي والله مو هينه والله Thank you.
بشوفك ما غيري عقلي بيجن وتفكيري قلبي بدق أكثر بدي خبي لما بشوفك ما غيري عقلي بيجن وتفكيري قلبي بدق أكثر بدي خبي حظي وبعرفه أنا على طول هيك أصلاً يلا ما عليه هارد لك حرام توقعت نحن بنفوز أوف عمى بعيونهم ما فوزونا بس الصراحة كان شغل الفرقة الثانية وايد أحسن هلا سادة أنا خليكم الحين أحسن أشوفكم بعدين قبل ما نخلص دواماتنا شباب شو معنات الخسارة من أول مسابقة عادي ترى إذا من أولها هيك كيف بعدين أنت من أول ما غيرتي لي هالستايل تبعك والفرقة مش بخير وفي ناس موجودة بالفرقة المفروض تطلع وعلى فكرة جماعة. منهم أنت أوكي يا جماعة أنا مش مضايج كثر ما مضايج على الأستاذة مها ترى صح أستاذة مها ما لها شغلة تقدرون تحسسونها بالذنب شباب نحن لازم نكثف التمارين في الفترة الجاية أنتوا شفتوا شغل الفرق الثاني كيف كانت يعني نبغى نسوي شيء مغاير شيء كذي خيالي الناس تتكلم عنه بعدين تبون نصيحتي انسحب وايد احسن انا صراحه مع فواز بعد اللي شفته اليوم بالبرايم مش طبيعي غدير فواز بليز لا تبون هالطارج قدام الاستاذ مها انتوا شفتوا اليوم كيف محبطه كانت خلاص الدنيا ما وقفت على هالمسابقه وخلاص هاي هلا مرحبا شو اخبارك الحمد لله تسلمي شو اخبار المسابقه والله زينه الطلبه مو متعودين على النظام والحفله والمسابقه جديد عليهم بس ان شاء الله بيتمرنون بيكونوا زينين يعني خسرتوا ما علي حبيبتي هارد لك ان شاء الله المره الثانيه عادي مو مشكله بيتمرنون والدرب بعد قدامنا طويل بيكونون زينين ان شاء الله المره الجايه درب حبيبتي اصلا دربكم باين طريقه مثل ما يقولون الكتاب باين من عنوانه عن إذنك أبو أنغام ما يعرف إن بنته مشتركة بالفرقة هي قوة عين بس مو منها كلها من مها هذه خلتها تدري
تتجرع لأبوها وتطلع من شو. يا عزيزي قلت لي في شو البروجكت مالك بالضبط؟ أكاونت. أكاونت. طيب أنت جهز البروجكت وراح نتناقش فيه بعد. عن إذنك أستاذ. توكل على الله. هامها بشري ايش صار؟ إيه ما علي عادي، هذه أول مسابقة. لأنها أول مسابقة كنت أباهم يكسبون، على الأقل يكون لهم دافع ويتحمسون يتدربون أكثر. شوف كيف ضايجين الحين. ترى الله يهديك يا مها، أكيد بيكونون ضايجين إذا أنت وأنت الأساس ضايجة. أنا ما أدري إيش صار عليك، وين حماسك الأولي؟ وين اندفاعك؟ كنت شعلة نشاط. شو فيك؟ أستاذة يلا ما عليك، لا تزعلي نفسك. أستاذة مين اللي حيدربنا؟ أصلاً إحنا ما نبي نخسر المرة الجاية، وما رح نقبل للفرق الثانية إنها تفوز علينا كمان مرة إن شاء الله. صح، لازم نزيد في التدريب ونسوي أفكار جديدة. أستاذة يلا دربينا عاد. إيش تبين بعد؟ كلهم يولين عندك، قومي دربيهم عاد ولا ضيعين ولا دقيقة واحدة. شفت لك شجرة. لا تسألين ترى مو حلو. خلاص نتدرب.
غدير حلو اوكي. انغام حبيبتي تعلين صوتك ما سمعت شمول ان شاء الله. حنان بعد حبيبتي لو تعلين صوتك بعد شوي احسن يكون زين. خالد شو اللي يسوي عرب؟ شو عرب؟ انا قلت في عرب؟ لا لا خلاص يلا من اول يلا. فوز ليش متأخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قاعد مع ربعي تدرين ما بيهم يدرون، وإذا سألوني وقالوا لي وين رايح أقول لهم رايح الفرقة أعطيك طبل. لو مو قادر تلتزم معنا روح عند المديرة وانسحب من الفرقة أحسن. وايد أحسن أصلاً، حتى ما تعرفين تعزفين بيانو. شنو هذا؟ أستاذة مو قصدة ترى، مو قصدة. إيش ترى جدي رسمي؟ من أول. قصدة. أبوي. شو اللي تسوين؟ شو اللي قاعد تسوينه؟ هذا اللي جبتك علشانه؟ يا بس تعلمين المسخرة؟ لكن ما عليه، اليوم ذبحت على ايدي. يا الحبيب ايش فيك تصارخ بعدين؟ شلون داش علينا بدون استئذان؟ نعم هذا اللي ناقص. وانتي انا ما توقعت هذا اللي سويتيه، راح احاسبك عليه. اليوم ذبحت على ايدي، انا براويك يا جليلة الحية. غناوي غناوي، انا هذا اللي وصيتك عليه يا انغام؟ ما علي، انا براويك. تعالي تعالي لا اسعدك فوق، تعالي. هدي هدي عمي ما في داعي. اسكت، هذا مو شغلك. تعالي اقول لك، تعالي يا جليلة الحية. اخ هذا اللي انا جايبك علشانه. يا حبيبي لا تصعب، هذا اللي جايبك علشانه. هذا مو بشغلك، لا تتدخل. تعالي تعالي يا جليلة الحية، تعالي تعالي وانا براويك. سمع لي همي، تعال عد بس. هدي هدي اسكت، قلت لك هذا مو بشغلك. يا حبيبي هالمسخره اللي قاعد تسوونها شنو هذا؟ شباب وانغام استهدي بالله، صل على النبي. ايش فيك؟ صاير 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 سواد وي مسخره وغناوي. هاي الامانه، هذه الامانه يا استاذ اللي مخليها عندكم. ما علي، لكن ما في، خلاص اليوم اخر يوم هالجامعه، ما هي كفو. اسمعني ودي. اسمعني يا ابو انغام، هدي هدي، تعال المكتب خلينا نتفاهم. على شنو؟ على شنو؟ تعالي تعالي اقول لك. يا ابو انغام صلي على النبي، اقول لك تعال معي المكتب ونتفاهم. ما علي خلاص، بواش عندي. استهدى بالله، هذا اللي جايبك تعلمينه. قول لا اله الا الله، تعلمين الغناوي وقله الادب. ما علي تعال تعال. ما علي أنا راويك. شلوبو وانت شو مياسك للحين؟ ايش تبي فيك يا رسول؟ نتفاهم معه اوكي؟ خلاص اهدي. السالفة يا ابو انغام ان الضغط النفسي اللي مأذي بنتك فيه كان وايد سلبي. اسمع اقول لك انت وياها، انغام بنتي واربيها مثل ما انا ابي، واحد فيكم يتدخل. ما حد قال غير هالكلام، بس بنتك مو بياهل، صارت كبيره تقدر تسوي كل شيء وانت عارف هذا الشيء. ليش تخليها تخبي عنك؟ ليش ما تكون انت عارف كل امورها؟ وانا ليش جايبها؟ مو علشان تتعلم؟ مو علشان تقول لي كل شيء؟ بس الظاهر انا جبتها عشان تتعلم الخراب. افا صل على النبي يا ابو انغام، النشاط هذا عمره ما كان خراب. بنتك عندها موهبة، والموهبة هذه ما متوفرة عند أي حد. لازم أنت تستانس ما تتضايق. موهبتها خل تحتفظ فيها لنفسها، وبعدين أنغام مو محتاجة محامي يدافع عنها. صح، هذه بنتك وأنت أدرى فيها، بس اسأل عمرك ليش ما خبرتك أنغام سالفة الفرقة؟ جاسم فواز وخالد. حلو، شيء جميل. لا والفرقة مختلطة بعد. هذيل الشباب إخوانها ويخافون عليها، وشباب محترمين، وكلنا نعرف انهم مستحيل يضرونها. يا اخي تعرف عليهم، هذول اصدقائها وزملائها، تعرف عليهم وايد افضل بدل ما تحرمها التواصل وياهم. عمي ترى انغام مثل اختنا، يعني لا انا ولا خالد ولا فواز فكرنا في لحظه مثل التفكير اللي في بالك. وبعدين انغام مثل اختنا ومحترمه، وفرض احترامها علينا واحنا نسوي لها الف حساب.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. خير؟ شو اللي صاير؟ ما حبينا نزعجك، سوء تفاهم وإن شاء الله إنه نحل. لا ما نحل، هالمصايب هاي كلها وين تنحل؟ لو سمحت يا أبو أنغام، هات نفسك أنت الحين تفضل معي المكتب علشان نتفاهم بهدوء. تفضل لو سمحت. معقولة؟ إيش صار؟ أظنون أن أبو أنغام قلب الدنيا عليها فوق حذر؟ مو كذي؟ الظاهر أن نيتي المكان الخطأ. لو سمحت يا أبو أنغام ما في داعي أنك تصارخ، بنتك هني بمكان الصح، انت هني اخترت المكان الصح، بنتك بتعرف شنو يعني موهبه، بتعرف شنو يعني الضغط، وتعرف شلون تتخلص من الضغط بعد. تعرفين ايش قاعد تقولين انت؟ انت بكذي قاعد تساعدينها انها تتحداني، انها تكسر كلامي وتطلع عن شوري. قلت لك لو سمحت لا تصرخ، لا تحاتي، انغام بنيه مو مستهتره، بنيه محترمه ومؤدبه ومتربيه، وما اعتقد انها تعصيك باي شيء الا اذا كان بمصلحتها بس. وبعدين تعال احنا وين قاعدين؟ البنية كبرت، واسلوب الحكرة هذا والضغط ما عاد ينفع الحين. لا يمكن يقبل في أي شعب من شعوب الديمقراطية التي لا تحيا أبداً. ألو، هلا حنان. هلا حبيبتي. الحمد لله، تسلمين. أنت إيش حالك؟ أوكي، يلا الحمد لله. ها كلمتي أنغام؟ زين، الله يعينها. زين، بس كلميها قولي لها خليها تهدى، وما في داعي تفتح الموضوع مع أبوها الحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أخاف يعصب عليها، يسوي شيء تصرف نحن ما نبغى، يضربها، يمنعها من الجامعة، ما تعرف ايش ممكن يتصرف هو متضايق. هي زين سويتي، هي كلميها، كلميها حليلها، تكون محتاجة حد يمها الحين. زين خلاص، سلمي لي عليها وايد، لا تنسين طمنيني عليها. اوكي زعلان مني؟ قومي تريقي وخليني أوصلك الجامعة. ما أبي أتريق يبا. أحسن، وفرتي عيل. يلا قدامي، خلصيني خليني أوصلك.
استاذ بدر. هلا انغام، صباح الخير. صباح النور. ايش عندك في الاداره؟ استاذي عياك يمك. صدق؟ حياه حياه، تفضلي. عمري ما زعلته او ضايقته، دائما اسوي اللي هو يبي، حتى مو قاعده اتخذ قراراتي بنفسي، دائما اللي هو يقوله انا اقول له اوكي، حتى لو بيذبحني ما اقول له لا، قاعده اتنازل عن احلامي وطموحاتي بس عشان يكون راضي عني. تدري احس انا قدام ابوي ما عندي شخصيه، ما اعرف شو اسوي، كثر ما احبه كثر ما اخاف منه وابي رضاه. أنغام، أبوك مصدوم اللي سويتيه، هالشيء ما كان متوقعنا أبد. على العموم صدقيني كلها كم يوم وراح يرضى ويرد أحسن من أول. أفكر أنسحب من الفرقة. أفا يا أنغام، ما كنت أتوقع كذي، يعني بهالسهولة تضيفين تستسلمين من أول موقف؟ تبين تهدمين كل اللي بنيتي؟ إيه، لأن أبوي زعلان ومتضايق بسبتي وما يبي يحاكيني. يعني حين يوم تنسحبين من الفرقة راح يرضى عليك بنفس الوقت؟ ما أعتقد. صدقيني بكل الأحوال راح يرضى عليك، سواء انسحبتي من الفرقة ولا ما انسحبتي منها. زين؟ صراحة أنا عزفي مش كل هالقد، يعني بفضل أغني أكتر. شو رأيك تغني لي إشي؟ أنا لا عزف ولا غنى وما لي خلق الفرقة كلش. طيب شو رأيك أنا أغني لك؟ إيه يلا غني. يلا. انت ايه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك، انت ايه يعني ايه راضية بعذابي بين ايديك، طب وليه انا راضية انك تجرحني وروحي فيك، طب وليه يعني ايه دموعي حبيبي تهون عليك، لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي اعيش في جراح اعيش في جراح. حركات، صوتك حلو. ثانك يو. والله ما كنت ادري. شكرا شكرا. يعني تي خلاص صور معك بعد ما تصيرين مشهوره ما تعطيني وي اقول لهم شوفوا اعرفها. الحنان يد. هلا حنان. هاي. اهلين فواز، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. مش كانه عندك كلاس هلا حبيبتي؟ ايه، المدرسه اعطتنا اوف اليوم. منك ما تقل دمك يا لطيف. شو شايفتكم قاعدين لحالكم؟ وين الشلة؟ شلة؟ مش كأنه هالكلمة يعني مش حلوة في حق أنوثتك؟ يعني هيك شوية رقة. وانت ليش تضحك؟ والله يا حنان، انت البنات إذا بغيتوا بعض تصيرون مسخرة. يا عمي طيروا عني. شفت؟ صار لي أبونا، واللي سويته أنا طار. ها؟ وماذا فعل أبو أنغام حين علم بالخبر؟ ياهو، كان يبي يكسر الدنيا على راسه، بس التفوا حواليه وغيره ورايه. معقول؟ معقولة، كل شيء معقول يا دكتور. شو هالحظ اللي عليهم؟ أنا بعرف شو هالحظ. شو هالحظ؟ تراهم خسروا في المسابقة الأولى. تعرف؟ الشيء الوحيد اللي خلاني مستانسة، حساهم بهالحال وردة بعد. تفضل. السلام عليكم. السلام، تفضل اقعد. ناديتيني دكتورة؟ اي نعم. شلونك؟ شلون الدراسة معك؟
دامك بطلتي الموضوع بقول لك تكفين حاكي ابوي، قولي لي اني ما اصلح لا بالفرقه ولا حتى عنده بالشركه، ابى اصير طالب حالي حال ربعي عادي، احس ان الفرقه خنقتني كارهها، شوفي لي حل. اي كمل اسمعك. ايش اكمل؟ خلصت القصه، عندك الميكروفون، ردي علي. شلون ابوك؟ الحمد لله طيب. انا حطيتك بالفرقه وكان قرار صارم تاديبي لك. تاليها يعني؟ انت دش الفرقه وانا متاكده انك انت راح تحبها وواثقه من كذي. انا وايد احب الزرع وهو بعد يحبك. الو هلا يما، الحمد لله بخير. كلمتي ابوي؟ انزين ايش قال، سامحني او لا؟ عصبني عصبني. ليش حبيبتي؟ عسى ما شر ولا شيء. وبعدين معاه مين تسولف من الصبح؟ ايش صار؟ تكلم امها، تسالها عن ابوها. ابوها؟ ابوها ما شاء الله عليه، لو انا ابوي كنت قتلت نفسي من زمان اصلا، مو طبيعي. خلاص انزين بعدين بكلمك. لا عادي اوكي، مع السلامه باي. كم مرة قلت لك لا تتكلمين عن أبوي كذي، ترى مرضى عليه. ما شاء الله مركزة معانا بالتليفون بعد. أبوها وتحبه، أنت ليش محترة؟ إيش دراني عنها؟ محترة على نفسي والله. فواز كل ما شافني بالممر يقعد يضحك علي، بالجامعة يضحك علي، بالممر يضحك علي، مسخرة مسخرة إذا صرت قدام الناس. أنت إيش فيك؟ ترى لا تصيرين كذي، فواز أكيد مو قصد إنه هو يجرحك أو إنه يقعد يطنز عليك، وبعدين أنت ليش مغيرة ستايلك؟ هيك بس قمت الصبح رديت على ستايلي القديم، ما في فايدة، بكل الأحوال قاعد يضحك علي، ليش غيروا؟ حبي نفسك علشان تحسين إنك حلوة وحبوبة، بس مو تحبين لهالدرجة الغرور. بالضبط، يعني أنت لازم تهتمين بنفسك وتكونين كاشخة، وما تصيرين نفس قوليها كمليها غدير صح؟ أكيد ما رح أسي نفسها. لا وتسوي نفسها على طول كيوت وتتدلع، أوكي تكلمي براحتك قدامي يعني بنت نفسي نفسك. فواز وجاسم حبوبين، بس خالد ما أعرف شلون طبعه. بالعكس أصلاً خالد أطيب واحد في الجروب. صح والله، عاد خالد أحسن واحد في الجروب والله، كتير طيب وكتير طبيعي، بس هو هيك مشكلته ما يتأقلم مع الكل ترى، مو هيك؟ صح. زين ترى مو حلو كذي تكونين عصبية، خلاص خلاص. والله معصبة على نفسي والله والله. لأمتى بظل هيك يعني؟ لأمتى؟ لا تعصبين. يبا زين قول شي، لا تمساك كذي. ايش تبيني اقول لك يا يبا؟ انا من كثر ما ضغطت عليك احس اني وصلتك لمرحله كرهتي فيها نفسك وكرهتيني. يبا فعليك لا تقعد تقول كذي، بالعكس انا احبك واحب انك تهتم فيني وتخاف علي، يعني انا اللي سويته كان اثبات ذات، كنت ابغى اشوف يعني اذا اقدر اتخذ قرار بيدي ولا لا، بس ما كان قصدي اني اعصبك او ازعلك مني. براحتك يا انغام براحتك، سوي اللي تبينه. يبا لا تقول براحتك، انا بالعكس ابيك تكون راضي علي وما ابي اسوي شيء من وراك، يعني اللي سويته ان انا شيء احبه بس هذي قصدي، وبعدين انا يعني ما تغير شيء عادي يبا، ما صار شيء. هايم فيه هوا تسحر عيوني من حلا
وجدنا مخفي غضب والقلب هايم فيه هوى تسحر عيوني من حلاك يا كيف لك ما نعترف أنا وقلبي نعترف حتى عيوني تعترف بالحب لك والشوق لك لأجلك حبيبي نعترف أنا وقلبي ذبول يجتاح مسائي ويغزو ملامحي هذيان يستحوذ على أنفاسي ويغير مسار نبضي شيئا ما يتآكل ليلا في داخلي ولا أشعر ولا تشعر أنت بي إنني أموت بشكل متجزئ إنني أحتضر كل مساء وأكاد أفقدني
الحين ما فهمت شو السالفة، شو المطلوب؟ شو فيك؟ شو الموضوع؟ حكي فاضي ما عليك. المهم هالويكند هذا شوفوا لنا مكان نطلع عند سيارة، نروح بحر، نأجر باخرة، نتمشى، ضايق خلقي. هاي شباب، هاي. شلونكم؟ تمام. شلون المحاضرات؟ ماشي الحال. الحمد لله. فوز بغيتك شوي. شو عندك الحين؟ الحين دكتورة عندي محاضرة بعد ساعة كم فاضي. محاضرة زين عين. أول ما تخلص محاضرتك بر للمكتب، أبيك ظهور جدا. إن شاء الله. حاضر. أوكي فتح لك المحاضرة. إن شاء الله حاضر. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. صرفتها صدقي مصلحة، والله يمكن مصلحة، ليش لا. المهم هالويكند ما تودوني تونسوني، ترى أدور ربع غيركم، الجامعة متروسة. مساء الخير دكتورة منى. أهلين فواز. هلا فيك. هلا، حالك؟ تمام الحمد لله. إن شاء الله بخير. ماشي الحال. شو أخبار الدراسة؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. سمعت إنك مشترك في فرقة الجامعة، وحسب ما وصلني إنك مشترك فيها غصب. عدل، داش فيها غصب ولا يعتشبدي منها، بس شو أسوي؟ ما بيدي شيء. لا يا فواز، ما في شيء اسمه غصب بهالدنيا، أنت ريال عود ومن حقك تختار اللي تبيه. سألي أبوي المديرة اللي اتفقوا علي وسووا لي كمين، يبوني وهقوني وهزقوني قدام ربع بهالفرقة. أكيد تبي مساعدتي. أكيد أبي مساعدتي دكتوري. خلاص الحل عندي. على يدك يا معود. لحظة اسمعني، أنا بخليك تطلع من هذه الفرقة، هذه الفرقة اللي لا من وراها فايدة ولا عايدة. على يدك يا الطيبة، أقصد دكتورة منى. فواز. هلا استاذ. كنت عند الدكتورة منى؟ في شيء تشوف درجاتك؟ لا عادي، بس كنا ندردش ونسولف شوي عن الفرقة. الفرقة؟ عن اذنك. دكتورة منى، ممكن اعرف شو كنت تقولين لفواز عن الفرقة؟ انتوا ايش تصير؟ ايش؟ يلا كلكم مع بعض. 1 2 3. غار علي ما غيري، عقلي بيجن وتفكيري، قلبي بيدق أكتر بدي خبي. لما بشوفك ما غيري، عقلي بيجن وتفكيري، قلبي بيدق أكتر بدي خبي. جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكثر، تغرق الغرقان أكثر. الله تقول إني ما أهمك يا برودة والله دمك، كنت في عيني أضمك وتغزل بك وأسر. تقول إني ما أهمك يا برودة والله دمك، كنت في عيني أضمك وتغزل بك وأسر. وايد حار، وايد حار. شو رايك بقميصي الوردي شيء بقلات، خايفة لحد يبوقت من أشوفك
أنا أحتاج لبس قلب وسوار كفاية ويا كعب وصير غاية صدقي شكلك بيطلع نار نار والله نار يا ربي ليش أبوك أبوك راح أنا تعالي شوفي ذي الله حلوة 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 مبسوطة اليوم أنا حسابي بعد حلوة جفف دموعك ما يهم نضوي شموعك ما بقى شيء يا قلبي يسوى دمعة يسوى دمعة من دموعك لأجلك حبيبي